المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان ركن واحد، تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة أو عبادة مراقبة. عبادة المشاهدة هذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عبادة رغبة، حب، شوق فيما عند الله. أقوى دافع يدفع للعبادة هنا المحبة والشوق لما عند الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة، هذه لا يخرج عنها مسلم. ما الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان؟ عليه السلام يا أخواننا، جبريل عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في صورة عالم ولا متعلم؟ سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معلم، وهو جاء في صورة متعلم. لماذا؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم. لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم وهو جاء متعلم؟ لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم في لباسه، وسط، لا إفراط لا تفريط، في جلوسه جلس لم يمد رجليه، مفهوم؟ نعم، جلس جلسة المتأدب المتعلم، لم يستخدم الجوال، تقول لا يوجد جوال، يعني لم يلعب. دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يجلس آخر شيء هناك، لا خطأ هذا. دنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع، حتى يفقه، أنصت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عندي سؤال، حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما انتهى يقول: الآن جاء وقت السؤال. إذا أدب، لابد أن الطالب يتأدب بالآداب. كان في الحقيقة هو متعلم، لكن عندما ظهر عليه آداب طلب العلم أصبح معلم. 6 حقوق يؤديها الطالب، ولا بد، حقوق 6، مع نفسه ومع زميله ومع كتابه ومع المكان الذي يدرس فيه ومع شيخه ومع العلم الذي تعلم. 6 حقوق، لعلكم البعض يسمع أول مرة، كيف لابد تؤديها وأنت طالب علم؟ أنا أطالبك بالحقوق ال6 تؤديها ولا بد، لكن ليس معي مع العلماء، والله أعلم.